بقول لك ايه يا حاج، الجرس بتاع البيت ضرب. واعمل له ايه يعني دلوقتي؟ اتصل لنا على اي حد يجي يصلحه. طيب ماشي، اقعد هنا لما اشوف حد. قالوا هم مين دول اللي قالوا؟ يا عم انا اللي هقول لسه. طب ما تقول وخلصنا. الجرس بتاع البيت ضرب وعاوزين نصلحه. نصلحه نصلحه؟ انت بتاكد على كلامي ولا بتقولها عادي؟ لا بقولها عادي. ماشي ماشي. طب انت عارف البيت؟ لا ما اعرفوش. سنت ميل عنوان بقى على الواتس. ماشي ماشي، سواء هيكون متسنتن عندك على الواتس. سلام. سنت له يا ابني العنوان. تم السنت بنجاح. بعدين يا حاج بقى لنا ساعتين ولسه ما وصلش. ده بيستهبل ده ولا ايه؟ ايه يا اسطى، مش الواد سنت لك العنوان على الواتس؟ حصل. بس انت مين يا عم؟ انا لسه مكلمك من شويه وقلت لك تيجي تصلح الجرس. ايوه افتكرتك. بس انا مش جاي لك. مش جاي لنا ليه يعني؟ عشان انتوا عيله مهزقه. عملنا ايه يعني يا اخي؟ واقف قدام الباب ساعه برن الجرس، محدش عاوز يفتح لي. لا اله الا الله، ينفع كده؟ كسفتنا مع الراجل. ليه بس يا حاج، ايه اللي حصل؟ الراجل بيقول انا جيت البيت واقف بقالي ساعه برن الجرس، محدش فيكم فتح لي. ازاي ما سمعناش الجرس؟ مش يمكن الجرس بايظ يا حاج؟